كتاب انبثق عن تجربة. عندما كنت قاضيا كنت أحس نوعا من الحرج ما بين القانون وما بين الواقع المعيش، بحيث أنه نجد أنفسنا أمام ثنائية البت من خلال القاعدة القانونية التي هي من صنع المشرع، ثم القاعدة الشرعية التي ترد عادة في إطار الفقه الإسلامي. فطبعا كان هذا يطرح إشكالا كبيرا، وكتب الأستاذ مجيد غميجة كتابا جيدا في هذا الموضوع، ثنائية الفقه الإسلامي والوضعي في قضايا الأحوال الشخصية. الآن عندما صدر الدستور سنة 2011 أضاف المشرع الدستوري التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، بحيث أصبحنا أمام الهوية الوطنية المعروفة مصادرها عربية إسلامية أمازيغية الصحراوية إحسانية، ثم أنها ذات مرجعيات أخرى فيما يتعلق بالإفريقية وبالأندلسية وبالعبرية والمتوسطية، ولكن في ذات الوقت قال الهوية المغربية يتبوأها الدين الإسلامي مكانة الصدارة، ولكن وضع محددات للدين الإسلامي، الصدارة التسامح الحضارة الثقافات وإلى آخره، ثم العقيدة مقاصد الشريعة والدين الإسلامي، بمعنى أنه وضعنا في العديد من المبادئ والمفاهيم، فأصبحنا لم نعد في إطار ثنائية قائمة ما بين القانون والفقه الإسلامي، ولكن كذلك أمام ثلاثية إن صح التعبير تتعلق لي. وعندما تطرقت في الكتاب إلى الخلافيات وهي متعددة تحصل عادة في 13 أو 14 حالة ما بين المناصرين للمرجعية الدينية فقط وبين المناصرين للمرجعية الكونية فقط، فقلت بأنه ينبغي هدم الهوة ما بين المرجعيتين وذلك باللجوء إلى منطق قد يكون أفضل. المنطق اتضح لي أساسا في المالكية وفي العقيدة الأشعرية. طبيعة الحال خلال 75 سنة دابا على الإعلان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الأمر ما كانش في المجتمعات الإسلامية كالمجتمع المغربي، ما كانش مرور هذه المواثيق الدولية إلى هذه المجتمعات أمرا سهلا ولا يسيرا، بحكم أنه كانت حالة توجس من كل ما هو قادم من الغرب في إطار الصراع الحضاري اللي كاين ما بين الإسلام والدول المجتمعات الإسلامية والغرب، كاين توجس وحساسية من كل ما هو آتي من الغرب بما في ذلك هذه القيم. الأمر الثاني طبعا أنه كثير من هذه الحقوق تصادمت وتعارضت مع القراءة الدينية اللي كانت متداولة في ذلك الوقت. ما تنقولش أنا بأنها هي الدين، هي نوع من القراءة الدينية اللي اختارتها الدول الإسلامية على مر التاريخ لأسباب سياسية، ولكن وقع تصادم. هي قراءة نصية، النص عنده واحد السياق اجتماعي وتاريخي معين نزل فيه، هاد حقوق الإنسان هي وليدة اليوم، وقع نوع من الاحتكاك وقع نوع من التصادم، كل واحد كيفاش حاول يخرج منه. كاين اللي قال لا ما أنا تنعرف النص وصافي، كاين اللي قال لا حقوق الإنسان هي الأصل وهي المنتوج البشري اللي خصنا نتعاملوا به، وكاين اللي هي مدرسة اللي أنا تنشوف أنها مدرسة هي أولى بأن تقبل حتى من طرف المجتمعات الإسلامية، اللي هي محاولة التوفيق بين الأمرين. ولا يمكن التوفيق بين الأمرين إلا بأننا نعتبر أنه كثير من النصوص الدينية عندها سياقها التاريخي أولا، وبالتالي الاعتماد على مقاصد الشريعة الإسلامية أصولها الكبرى من أنها تريد أن تحفظ النفس والعقل والمال والحرية وغير ذلك، تنظن إلا اعتمدنا هذه المداخل ممكن أننا نوفق ما بين الهويات ونخرجوا من هذا الصراع اللي صراحة صراع خدا وقت طويل على حساب مصالح الناس الحقيقية وحقوقهم داخل المجتمع. طبعا اللي أخر هذا الوقت كامل هو العقلية، ليس من السهل أنك تغير العقلية للمجتمع، والقانون يراعي أنه العقلية ديال المجتمع لا يريد أن يتصادم معها، تدير خطوات بطيئة شيئا ما شيئا، كما وقع مثلا في قضية المرأة من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة إلى النقاش الحالي عبر حول مدونة الأسرة، راه كاين تطور وكاين تقدم ولكنه بطيء، باش القانون ما يهربش بزاف على العقلية ديال المجتمع فتيدير شوية ديال التوازن. ولكن أعتقد في جميع الأحوال في الأخير رغم كل هذا الصراع التاريخي اللي وقع، في الأخير سيؤول الأمر إلى قبول هذه الحقوق كلها.